أكيد التغطية مستمرة ولسه عندنا كواليس وتفاصيل أكتر بخصوص مباراة الأهلي والعين، لكن محتاجين نخرج شوية بره إطار المباراة ونقرب من شخصية مارسيل كولر. مدرب سويسري اشتغل في أوروبا فترة طويلة جدا، عمل مع منتخب النمسا فترات طويلة جدا، لعب وتأهل إلى بطولة اليورو، عمل إنجازات طيبة على المستوى الأوروبي. يمكن ناس كتيرة ما راحتش الفكرة هو المنتاليتي أو التفكير أو الشخصيات اللي اشتغلت مع كولر في السنوات اللي فاتت، كانت ايه؟ مين ابرز الناس؟ كانت ايه ابرز الافكار اللي بيشتغل عليها؟ النهارده احنا معانا في الترند كابتن او مستر فرانز فولفيرت، هو مدرب حراس مرمى منتخب النمسا، واللي عمل لفتره ليست بالقصيره مع مارسيل كولر خلال فتره شهدت افضل انجازات للكوره في النمسا على المستوى الاوروبي وفي بطولات اليورو. انا برحب في البدايه بمستر فرانز فولفيرت معنا على شاشة قناة الأهلي. مساء الخير، تحياتي لكم، أهلا وسهلا. طبعا عملت مع مارسيل كولر في منتخب النمسا ويمكن فترة ليست بالقصيرة، عايز أعرف يعني كولر على المستوى الشخصي وعلى المستوى التدريبي أهم ما يميزه، خاصة أنه مع الأهلي حاليا عامل إنجازات على المستوى الإفريقي في قارة مختلفة، سواء على مستوى المعيشة أو النتائج أو الأداء ما بين قارة إفريقيا وقارة أوروبا. نعم، بكل تأكيد هناك أشياء كثيرة لابد من أن نحكي عنها، عن مارسيل كولر، عن شخصية مارسيل كولر. بكل تأكيد أتفق معك، لابد من شرح شخصية مارسيل كولا وتعريف الجماهير في مصر بالتأكيد عن شخصية مارسيل كولا. نعم، أنا عملت معه لوقت طويل بكل تأكيد، عملنا سويا مع المنتخب النمساوي في عام 2012 و2013 بالأخص، كان هذا التوقيت هو الوقت المهم لنا في حقبة مارسيل كولر مع المنتخب النمسا. هو كان بكل بمعنى الكلمة هو كان البوس، الرئيس كما نسمي ذلك، يحمل معاني الإدارة والقيادة بشكل كبير، وأرى ذلك أنه يمتلك شخصية القيادة، وكان دائما في كل المواقف التي نمر بها القائد الحقيقي لنا، نرجع له في كل الأمور ويساعدنا ويدير الفريق والمنظومة بشكل احترافي. هذا أهم ما يميز مارسيل كولر على المستوى الشخصي. في عام 2016 مع النمسا ظهرنا أيضا بشكل كبير وشكل ناجح، وهذا يعود لشخصية مارسيل كولر وقيادته الكبيرة لنا. أكيد. طيب كولر حاليا مع الأهلي بيعمل إنجازات على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي كبيرة جدا، ولكن أنا هنتقل لفكرة المشاركة الدولية لكولر مع الأهلي. لعب مع الأهلي كأس عالم للأندية في أكثر من بطولة، كان متواجد على مناصب التتويج مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا. علاقة كولر بمجتمع كرة القدم في أوروبا، هل نتائجه على المستوى الإفريقي مع الأهلي لها صدى كبير في المجتمع الأوروبي؟ لم أسمع السؤال بشكل جيد، ولكن في أوروبا وفي النمسا الأمر مختلف. أعلم وأعرف أن الأهلي في أفريقيا هو الفريق الأكبر والفريق الأعظم وفريق البطولات، وأعلم ذلك، والمنافسة قد تكون مختلفة في أفريقيا عن أوروبا، ولكن شخصية مارسيل كولر تستطيع التأقلم في أي مكان ويستطيع أن يفرض شخصيته. أعلم ذلك أن الفرق الأفريقية والمنافسة هناك قد تكون مختلفة بشكل كبير، ولكن هناك أسرار دائما، أسرار للتفوق، أسرار للنجاح، وأسرار خلف نجاح مارسيل كولر.
وهذا ما عشته مع مارسيل كولار في هذه الحقبة مع منتخب النمسا. طيب. يستطيع التعامل مع كل المنافسات، مع كل البطولات أو كل المنافسات بكل تأكيد. وأحمل أنا شخصيا شكر كبير لمارسيل كولا على هذه الإنجازات وعلى ما يقدمه، سواء كان في النمسا أو مع النمسا أو سواء في أفريقيا بكل تأكيد مع الأهلي.